السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة. وقول لي كيف إن شاء الله. في حلقة النهاردة هنتكلم إزاي إن أنت ممكن تبقى مصمم جرافيك ثلاثي الأبعاد اللي هي 3D. بداية كده أنت لازم تعرف ال 3D يعني إيه. أنت لما بتيجي تتعامل مع برامج بتاعة ال 3D اللي هي ثلاثية الأبعاد، أنت بتتعامل مع ثلاث أبعاد اللي هو الطول والعرض والعمق بتاع إيه؟ بتاع الأشكال اللي أنت هتبتدي تصممها. يعني ثلاثي الأبعاد أنت بتشتغل على حاجة ثلاثية الأبعاد على شاشة ثنائية الأبعاد، يعني الشاشة بتاعت الكمبيوتر عندك 2D، فأنت بتتعامل مع حاجة 3D، فأنت لازم تعرف العمق الثالث أو البعد الثالث للأجسام. طيب إيه البرامج اللي أنت ممكن تستخدمها في 3D؟ بداية كده قبل ما أتكلم على البرامج، برضو لازم تعرف إيه إمكانيات الجهاز المطلوبة إن أنت تشتغل بيها 3D ويبقى معاك كويس خالص. في ثلاث حاجات أنت لازم تراعيهم لما تيجي تشتري جهاز أو لما تيجي تنوي إن أنت تشتغل 3D. أول حاجة كارت الشاشة، لازم كارت الشاشة يبقى كبير شوية علشان ينجز معاك في الشغل. تاني حاجة الرامات بتاعة الجهاز لازم برضو تبقى كبيرة، يعني يفضل من 8 وطالع، من 8 جيجا وطالع، تمام. وتالت حاجة اللي هو مساحة القرص الصلب عندك. وطبعا القرص الصلب اللي هو الهارد، يعني في نوعين منه، في اللي هو SSD وفي HDD، تمام. فطبعا SSD اللي هو الأنواع الجديدة من الهاردات، ودي بتبقى أسرع شوية. إن أنا أجيب لابتوب أو جهاز كمبيوتر طبعا كله بيتوقف على المواصفات بتاعة الجهاز. ايه البرامج اللي انا ممكن اتعلمها في 3D؟ بعد ما انت تاخد فكرة عامة على 3D والبعد الثالث وتبتدي تظبط الجهاز بتاعك، في عندنا برامج كتير خالص لل 3D زي 3D ماكس والمايا والسينما 4D والبلندر، وعندنا كمان واحد اسمه زبرش. طيب البرامج دي ايه بقى؟ لو انت هتشتغل 3D انيميشن يعني كرتون وكده، فافضل ان انت تتعلم المايا، تمام. لو انت شغال في الفيجوال افكتس والتأثيرات والموشن جرافيك 3D، فانت طبعا الافضل ان انت تستخدم اللي هو السينما 4D. في عندنا برنامج مجاني ومش هيطلب منك لا سيريال ولا تدور له على كراك ولا الكلام ده، اللي هو برنامج البلندر، وسهل جدا في الشغل بتاعه، وده تعتبر فيه امكانيات المايا. عندنا بعدين اللي هو 3 دي ماكس، وده طبعا برضو ممكن انت تشتغل عليه انيميشن، بس طبعا بالافضل ان هو بيستخدموه اكتر اللي هم اللي بيصمموا الديكور والمناظر الخارجية والداخلية للبيوت مثلا او كده، تمام. بالنسبة للبرامج اللي هي بتاعت المعمار، يعني انت لو شغال مهندس وكده، فطبعا انت بتستخدم برامج تانية 3D، ممكن ان انت برضو تستخدم فيها 3D Max، وممكن ان انت تستخدم برنامج اسمه AutoCAD، وبرنامج اسمه SketchUp، تمام، وبرنامج تاني اسمه Revit. البرامج دي طبعا الافضل فيها ان هي بيبقى في الشغل المعماري، طبعا بتستخدم البرامج دي لو انت حابب ان انت مثلا تصمم موديلنج انتريور او اكستريور اللي هو المناظر الداخليه في البيت، في بيت مثلا او فيلا او كده، والمناظر الخارجيه اللي هو الشكل العام للفيلا او البيت او كده. عندنا في برنامج اسمه ZBrush. البرنامج ده اغلب الناس كده يعني مش مهتمه بيه، او مثلا ما عندهاش فكره عنه. برنامج الزبرش ده بيعمل سكالبت، يعني بيعمل زي نظام نحت، لما يبقى معاك حته الصلصال وتشكلها انت كده شكل معين، هي برضو بيعمل كده ديجيتال، يعني هو ديجيتال سكالبت. فانت بتبتدي تعمل نحت 3D باستخدام الزبرش. وفي برضه نفس الشركة اللي عاملة الزبرش منزل برنامج اسمه سكالبتشر. طبعا البرنامج ده خفيف كده ولايت لو انت عايز تاخد فكرة عن النحت ثلاثي الأبعاد، وطبعا بيعمل لك موديلز وحاجات جميلة جدا، مش شرط ان اشكال، ممكن ان انت تعمل بيها مثلا هارد سيرفيسز، وممكن ان انت تعمل بيها زخرفة، ممكن تعمل بيها حاجات كتير باستخدام الزبرش. وده طبعا بينفع كتير الناس برضو اللي شغالة في اي مجال خاص بالموديلنج اللي هو النمذج، يعني تمام.
طبعا برنامج جميل جدا، يعني انا افضل ان انت تتعلمه بس بعد ما تشوف ايه البرنامج او ايه التخصص المعين اللي انت عايزه في الـ3D. اتمنى الافادة، ولو كان عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوه في التعليقات، وما ننساش الاشتراك في القناة عشان يجيلك اشعار بالحلقات الجديدة، وان شاء الله نكون على حسن ظنكم. ولو عندك اي سؤال ما تبخلش واكتبه علشان نعمل عليه فيديو، وبرضو في عندنا صفحة على الفيسبوك. أتمنى الاستفادة. كان معكم حسن حمدي من 3H Studio. السلام عليكم.